السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على القائمه الاساسيه او القائمه الرئيسيه في برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. لاي حد ما شاهدش الدروس الماضيه اللي شرحنا فيها بعض الاشياء اللي مربوطه بالشيء اللي حنشرحوه في درس اليوم، حتلقوا الروابط الخاصه بالدروس الماضيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. حنتعرفنا على قائمه هوم وش فوائدها او المهام اللي مطلوبه منها في الدرس السابق. فحاليا مثلا ضفنا زوز نصوص، النص الاساسي ونص فرعي باسم فيسبوك بيج او صفحه فيسبوك. حاليا احنا ايش نقدر نعدله فيهم او نضيفه عليهم او ايش نقدر نستفيده من القائمه الاساسيه في الباوربوينت ومع التعديل او اضافات، زي ما احنا عرفنا مثلا ان قائمه هوم هي اكبر شيء فيها او ادوات موجوده فيها تستخدم للتعديل في النصوص، كيف نقدر نستفيد منها؟ فحناخذ الخيارات او حنتعلمهم او حنتعرف عليهم واحد واحد. فعندنا اول خيار او اول اربع خيارات اللي هي بيست وكت وكوبي والفورمات بينتر. فمثلا احنا لو حددنا النص هذا نقدر ندير له كوبي، بعد تالي بيست يعني درت له في البدايه نسخ، بالتالي حندير له لصق، نقدر نحدده وندير له كت مثلا او قص ونقدر ندير له بيست. وهو بمجرد ما نجي نقف على الخيار حيقول لي الاختصار الخاص بي بالكيبورد، يعني اللصق هي نفسها كنترول في او كليك يمين وبيست اللي هي هذه، وهي نفسها في نفس الوقت مثلا ان القص كنترول اكس والنسخ كنترول سي والبوينتر ما عندهاش اختصار لان هي حاجه مختلفه ولذلك حنخليها للمره الجايه. الخيار اللي بعده هو سلايد، يعني احنا عرفنا ان الحاجه اللي انا حاليا محددها هذه هي عباره على سلايد او عباره على صفحه، سلايد هي عباره على صفحه او بيج. فانا اوكي ضفت الصفحه الاولى الخاصه مثلا بالبرزنتيشن اللي حنعطي في الشركه، درت العنوان الاساسي والفرعي لها، انا حاليا نبي سلايد ثانيه حتنضيف فيه صور او نضيف فيه حاجه ثانيه. فحنجي ندير نيو سلايد وحنختار النوع الخاص بي، يعني مش محتاجه يكون نص بس، مثلا نبي فيه صور فحنختار النوع هذا، ان نكتب فوق مثلا عنوان مثلا نديروه مثلا فيسبوك بيج، ونجي هنا نضيف صور او نضيف اي حاجه. نرجع لهم مثلا اوكي انا تلخبطت ضفته بالنوع هذا لكن انا حاب نغيره لشكل ثاني، فبدل ما ندير نيو سلايد ونضيف مثلا الشكل الفارغ ونمسحه الاول ونخلي الفارغ، نقدر نغير شيء هذا من لاي اوت طول، يعني انا لاي اوت حنغير اسلوب سلايد اوريدي موجود، يعني هذا فاضي انا اخطر لي حاليا او جاء في بالي اني ما عادش نبيه فاضي، حاب فيه صور من جديد، حنجي تايتل اند كونتنت يتغير هو نفسه، فيه ريست ان نفرغ كل شيء، فيه سكشن ان زي ما تشوف احنا حاليا السكشن هذا ديفولت سكشن، نقدر نضيف نيو سكشن ونسميه مثلا افتر بريك او بعد البريك. فانا قبل البريك حناخذ السلايدز اللي موجودين قبل البريك كلهم حنعرضهم، بالتالي حنوقف في اخر واحد وحنمشي بريك وحنرجع حنبدا بالسلايدز اللي بعد البريك. هذه كلها تعتبر امور تنظيميه، يعني مش حيشوفوها الاشخاص اللي حيشوفوا البرزنتيشن الخاص بيك، بل ليك انت نفسك كشخص حتترتب الشغل الخاص بيك. بالنسبه للخيارات اللي بعدها مربوطه غالبها بالخط او بالنص نفسه، يعني مثلا عندنا الخيار هذا اننا نغير نوع الخط اللي انا حاليا نستخدم فيه، مثلا نقدر نستخدم هذا، في عندي هنا حجم الخط نقدر نغيره سواء من هنا او نغيره مرتين في المره، يعني حاليا نقدر من 48 نمشي ل 16، اما ندير هذه كل مره حتزيد لي 2 او كل مره حتزيد لي 4 فعليا وفي نفس الوقت نقص لي 4. بالنسبة للخيارات الموجودة في الأسفل، فالبي هي عبارة عن بولد إنه تخلي الخط غليظ، أما الآي فهي إيتاليك أو تخليه مايل، أما اليو فهي اختصارها اللي هي أندرلاين تدير لك خط تحت تحت الكلمة أو تحت النص اللي أنت محدده، أما بالنسبة للإس اللي هي عبارة عن شيد أو تدير ضل للخط أو للنص اللي أنت محدده، أما بالنسبة للأي بي سي فهي عبارة عن تدير لك خط فصل الكلام اللي أنت محدده حاليا في النص الخاص به في النص يعني. اما بالنسبة للاي في فهي عبارة على انها تعطيك اوبشن او خيار انك تدير مساحة بين الحروف، يعني هيك كل ما نمشي من خيار لخيار تزيد المساحة او تصغر بين الحروف، وقت تنجولي مور سبيسنج نقدر نخلوها كبيرة هلبة او اقل هلبة. اما بالنسبة للخيار اللي بعده اللي هو الاي، اي هو تشينج كيس، يعني مثلا امتى نحدد الخيار هذا، خلونا بس نغير الخط مثلا لخط اسهل في الملاحظه للمواضيع هذه،
مثلا عندنا فيسبوك بيج نقدر نديره نختاروها كلها انها تكون حروف كابيتال او كبيره، نقدر نديروها كلها صغيره، نقدر نديروا اول حرف من كل كلمه كابيتال والباقي كلها سمول، نقدر نختار اي خيار احنا نبغاه. اما بالنسبه للخيار اللي بعده فهو عباره عن لون النص نقدر نغيره. وبالنسبه للخيار اللي بعدها هذا اللي هو الكلير اول فورماتنج، انه يمسح كل الحاجات اللي احنا حاليا عدلناها ويرد لنا التعديل الاول بوك، اللي هو عباره على ان الخط كان ابيض فاحنا حابين نردوه للون ثاني حتى نقدر نشوفه. اما بالنسبه للخيار اللي بعده فهو عباره عن الدوت او البولتس، انه يضيف لنا نقاط مثلا بعد ما نجي بعد ندير انتر نضيف لنقطه ثانيه. واذا وكذلك دوليك يعني كل ما نحدد حاجة ونديرها هيك حيرتبهم لي، ونقدر نختار الترتيب على أكثر من شكل أو أكثر من نوع، يعني ممكن يكون بدايته صح إذا هو تشيك ليست مثلا أو أيا كان النوع اللي أنا حابب نختاره منهم. أما بالنسبة للخيارات الموجودة في الأسفل فهي عبارة على الاينمنتس، أو إنه يخلي لك النص في اليسار في الوسط أو في اليمين. أما بالنسبة للجستيفاي فهي مثلا ندير الجستيفاي حيجيبوا لي غالبا في جهة اليسار أكثر شيء أو حاجة جهة اليمين أكثر شيء، حتى يحاول إنه ياخذ اكبر مساحه ممكنه، ما يبيش يضيع المساحه. عم تختاروا خيار جاستيفاي ما يبيش يضيع المساحه، بيحاول ان ياخذها لاقصى اليمين او اقصى اليسار، مثلا نديرها في الوسط مش حياخذ الجاستيفاي، انا حاليا قاعد اضيع في المساحه الموجوده على اليمين وعلى اليسار اللي هي هذه وهذه. اما بالنسبه للخيارات الموجوده هنا فهي يا اما نخلي النص من اليمين لليسار او من اليسار لليمين، بما اننا نستخدم حاليا في الانجليزي حنديره من اليسار لليمين، اذا نكتب بالعربي حنخليه من اليمين لليسار. أما بالنسبة اللي بعدها فالخيار هذا شبيه جدا بالبولتس، في عبارة عن نقاط ولكن ذكية بعض الشيء أو مرقمة، يعني بدل نقاط سوداء حيكون يا إما أرقام يا إما حروف يا إما الشيء اللي أنا نختاره. أما بالنسبة للخيار هذا فهو عبارة عن اللاين سبيسينج، فمثلا عم تنديرها ثلاثة ونجي ندير إنتر بعد هذه ونكتب فيسبوك بيج، لو تشوفوا في هلبة مساحة بين فيسبوك بيج الأولى والثانية، لكن لو نجي نحددهم الزوز ونجي للاين سبيسينج ندخلها واحد حتنقص المساحة بينهم، فاللاين سبيسينج هو عبارة عن المساحة بين السطور اللي أنا حاليا قاعد نكتب فيها. اما بالنسبه لهذا الخيار فهو ان نخلي الكلام تاعي في عمود واحد في عمودين او ثلاثه اعمده. اما بالنسبه للخيار اللي بعده اللي هو التكست دايركشن فهو ان نخلي الكلام تاعي افقي بطريقه عاديه، او ان ندير له لف 90 درجه او 270 درجه او زي ما تشوفوا في حالين هو يكون تمام لكن مقلوب. بالنسبة للتكست اللاين لو تشبهوا ان احنا الكلام الخاص بينا موجود في بوكس، فانا نقدر حاليا نخليه في وسط البوكس فوق وفي النص او يمين او يسار فوق، يعني هيك يمين او يسار او في الوسط، في نفس الوقت نقدر هو في الوسط في الوسط او لوطة في الوسط. وكونفرت تو شيب هذه حنحتاجها عم تكون عندك نص اكثر من هيك بشويه، فمش حنقدر نستخدمها او نطبقها حاليا توا. بالنسبة للخيار هذا أيضا حنتجاوزوه حاليا وحنستخدموه أمتى نتعلم نمشوا لقائمة قائمة insert، لأنه موجود في الشيبس هنا فحنعرفه من غادي. أما بالنسبة للخيار الرينج فلكن حنديروه بس حاليا كمثال، إن أمتى يكونوا عندنا أشكال لو تشوفوا إن الكلام حاليا ما عادش يبان، فإحنا من خيار الرينج نقدر نضغطوا على الشكل ونمشوا لأرينج أو تبديل ونديروه send to back، أو أرجعه إلى الخلف ونختار الخيار هذا نفسه ونديروه send to back يمشي للخلف. وايضا بالتوازي فيه خاطئ ان عندنا او بغض النظر على ان احنا عندنا خيارات برينج تو فرونت وسند تو باك، اللي هي انك تجيب شيء للامام وشيء للخلف، عندنا برينج فورورد وسند باكورد. الشيء هذا يسمح لنا ان يعني نرد حاجات التالي للخلف او للامام لكن باجزاء، يعني بنديروا مثلا برينج فورورد نص كلمه فيسبوك او اجزاء منها تكون في الامام واجزاء في الخلف، او مثلا نديروه bring send backward تكون في حاجات للامام وحاجات للخلف، لكن تشتغل كلها بنفس الطريقه. اما لو نجور الخيار اللي بعده اللي هو quick style، فعندنا ان مثلا ام تكون عندنا نص، خلونا نحذف مثلا اشكال هذا الزوز، ام تكون عندنا نص نقدر ندير له ستايل سريع جدا، يعني مثلا لما يكون عندنا ليه خلفيه ولون اطار وتشكيلة معينة، يعني بضل أو بشفافية معينة، فبس أن أعطيك مجموعة لا بأس بها من القوالب أو من themes اللي نقدر نستخدمها من المظهر للنصوص أو للأشكال اللي عندنا بطريقة مباشرة وجاهزة.
لكن نقدر نصنعها بروحنا بحيث ان انت تحدد صندوق النص هذا اللي هو فصله فيسبوك بيج ومرقمينها بنوع الحروف مثلا القديمه الرومانيه، عندنا خيار شيء فيل او ملء شكل، فنقدر نعبوه او ندير له خلفيه خاصه بنا مثلا موفي او بنفسجي، ونجو نختار له خيار بعد ما اخترنا له شيب فيل او هو ملء نموذج او ملء صندوق او ملء الشكل، نجو لي شيب اوتلاين ان الشكل اللي عندنا هذا نقدر ندير له اوتلاين او اطار خاص به، فنجو لي اوتلاين ممكن نديره مثلا احمر، وبعدين من خيار نختاره من الويت اللي هو السمك الخاص بالشيء اللي احنا اخترناه نديره مثلا 6. هل تقدروا تشبهوا ان اللون خلفيه بنفسجي وعندنا اطار ليه لونه احمر؟ اما بالنسبه للشيب افكتس فهدية جميله جدا ان نقدر نديره يعني تاثير على الاشكال اللي موجوده عندنا، ومن اكثر الاشياء الواضحه في التاثيرات هي 3 دي روتيشنز الاشكال الثلاثيه الابعاد، انه خلوا شكل ثلاثي الابعاد يعني زي ما تشوفوا مثلا هيك يكون عندنا شكل بالطريقه هذه، خلوني مثلا خلونا نصغروه وناخذوه في زاويه من زوايا حتى ابدا نختار الخيارات يكون عندنا واضح، ونجول الشيب افكتس و 3 دي روتيشنز يكونوا بالطريقه هذه. وعنا كميه كبيره جدا من الافكتس الموجودات. اما بالنسبه لاخر 3 خيارات فهما خيارات خلينا نقوله حاجات اضافيه او مزايا اضافيه، يعني مثلا فايند نقدر نبحثه مثلا على كلمه او شيء معين او حرف معين، مثلا هذه كلمة فيسبوك، أنا بحثت على فيسبوك، أنا موجودة عندي فيسبوك كده للهالي، فبس إن هي تسمح لك تبحث على حاجات ضمن كل النماء السلايدز، مثلا كان عندك 20 سلايد تبي تدور السلايد اللي فيه كلمة مثلا فيسبوك، وأنت كل سلايد فيه كمية كبيرة من النصوص، فمش معقول إن نقعد نقرا في النصوص اللي في كل سلايد باش نلقى الكلمة هذه كوينها، فبمجرد بس ما نجي لي فايند تبحث لي في كل السلايدات على الكلمة هذيك أو العبارة هذيك أو الحرف هذاك، أو ترفعني للسلايد هذاك مباشرة وتضلي لي الحرف أو الكلمة هذيك. أما بالنسبة للريبليس فهي تبدل شيء بشيء. أما بالنسبة للسيلكت أمتى نكون محدد حاجة أو نبي نلغي التحديد عليها باش ندير سيلكت أوبجكت تتنحى، أو أمتى نبي نحدد كل الحاجات الموجودة في وسط أو في صفحة معينة يجي لي خيار سيلكت أول يدير لي كنترول A اللي هي نفسها عبارة عن كنترول A أو تحديد هيك تحدد لي كل شيء. أما لكن بالنسبة إحنا دوينا مثلا على سيلكت أول نقدر ندير كنترول A تحدد لي كل شيء، أو نجي من الخيار هذا وندير سيلكت أول، أو نقولنا نديره هيك، لكن أما تندير هيك لازم نحدد كل شيء حرفيا، يعني تشبحوا في البوكس هذا لازم نحدده هيك، إذا أنا نقول هيك مش حتتحدد فيسبوك بيج لازم كاملة. يعني انا حاليا قلت هيك محددهم الزوز، لكن حياتني هذه بس لان هذه البوكس نتاعها يبدا هيك لازم نقولها هيك كامله نغطاها كامله حتى تحدد معي، هذا علاش الافضل ان نستخدم سيلكت اول في حال ان نبغى نحدد كل شيء باش ما ننسوش ولا اي حاجه، او ندير كنترول اي من الكيبورد الاختصار نتاعها اللي هو اسهل. اما بالنسبه للسيلكشن بين فهي بعد ما نختار الحاجات او نقدر نختارهم من هنا حرفيا الموضوع اسهل بس. تقريبا كملنا كل شيء، اخترنا وتعرفنا على كل الخيارات الموجودة في وسط القائمة في القائمة الرئيسية في برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. حاليا نقدر نقول ان الدرس هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة لكم، وان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.